يا خويا تيوان فيها رحمة ربي، غاية مبحر بيا الكوستو الا بيا شميسة البحر شباب قدامنا مليوة. فجأة تلقى هادو، فجأة تلقى هادو، ها ليك 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 السلام عليكم. كي دايرين؟ ترخ يا العشاء يا ودي. ايه الناس يتشنوا المشاريع اللي ترجع عليهم بالنفع، وانت يا شي نسميه الصقع فين ما كان شي مبرده كتصيفطو يدير الافتتاح لذاك البحر قلربع. الناس اللي عندهم البحر ديال الصح مبحرين وساكتين، وانتو ما عندكم بحر مجعفن ومخلط بالواد الحار وفاضحين الوقت. كل مره تهزوا كاميراتكم ديال بلعاني وتمشيو تجاراو احقا ما حقا دايرين الفيجطار البحر على هاد الحساب، وكان جا عندكم بحر المالديف غادي تردوه بالفيزا. ايوا دابا دخلنا عليكم بالله، واش هذا افتتاح ولا دفوع؟ تقول انت تدين الهديه لشم حزيقه باش يخطبوا من عنده ولدو زماح اللي كان تزوج وطلق في فرنسا. يا والله القسم الا كديروا الضحك في راسكم. دابا هذا واش راه يعمر البارود ولا يشكلط؟ من هاد الطريقه اللي راه يدير باين مولف اللحم مكفت. انا كنت نساين شي مفاجاه ولا شي كنز يخرجوه من داك الصندوق اللي من عهد الاستعمار. ساعه خرجت لنا في قمه الواد الحار. ايه قال لك حوريات البحر. لا لا راكم غالطين، هذه حوريات بوخرارب. والله الا حتى الفقمه كدير باي باي، هذا انجاز يتحسب للهوكيين. ما عرفناها خارجه من صندوق العجب ولا هازينها في عماريه. ها الغيطه، ها البارود، ها الخيل، كل بالما كيدير باي باي. هذا ما بقاش افتتاح البحر، هذا افتتاح الزمر. شنو هاد الشوها كديروا في راسكم؟ على قله الافكار، ولكن نعذروكم يمكن الميزانيه ما تكفيش. داكشي على قد الحال، الفلوس اللي كانت خرجها موليكوش وحاشياته. زقاو لقاو حيد يدك لا يضربك الضو، باركه من لبسالة الخاوية، ما تحشمش شدها من زازة، داير راسك راك تعاونها، وانت شبعت بزالية المكبوت الاخر، كتستغل الفرصة ونسيت الكاميرا، الكالخ يجري لكم في الدم يا وجوه ما ناكلش. وح 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 اللي عمرو شاف كلب الماء يسبح في الهواء ها هو امامكم، كل شيء ممكن مع الهوكيين. نعطي اليوم شراء انطلاق الموسم الاصطياف على مستوى الولايه، 49 شاطئ معني بهذا العام، زياده على 4 شواطئ جديده ان شاء الله سوف تدخل في الخدمه في الايام المقبله القليله. كانت تمت عمليه نظافه المحيط، نظافه الشواطئ بمشاركه جميع الهيئات المعنيه خاصه المؤسسات التابعه للولايه، المؤسسات المحليه، مديري التنفيذيين. طبعا هذا العام فيه تجنيد على غرار الاعوام السابقه من طرف الحمايه المدنيه وكذلك المجتمع المدني بصفه عامه وجمعيه الشبانيه اللي شاركت طول السنه لتحضير هذا العرس الوطني. العرس الوطني. كيفاش هاد عرس وطني؟ يا ودي خلي بوسربوب يدخل يعوم، كثرة البلبلة والتصاور على مترو ديال الماء، جغمة ديال البحر وقردية الرملة رجعتوها عرس وطني، بقالكم غير تعيدوا به كل عام. البحر اللي هو حاجة عادية في العالم كامل رديتوه انتوما حاجة مقدسة، السبب هو قلة ما يدار. على كل اليوم كل الظروف مهيئة لنجاح موسم اصطياف مريح في أمان. شناهي؟
عاودة موسم الاستياف مريح في امان. قال لك مريح وفي امان، هذا ولا سداري ماشي بحر. الامان اللي راك تهضر عليه ما تكسبوهش حتى في ديوركم، بقى لكم غير تلقاوه في البحر. هذا هو اللي يقولوا عليه الطنز العكري. ان شاء الله سوف نعمل طول هذا الصيف باش نستغل هذه الشواطئ، وكذلك كانت فيه عمليه طبعا لتعليمات الحكومه على ان نخصص مكان للمصطافين اللي يريدون استعمال الفضاءات خاصه. كيفاش هذه جاتكم تعليمات من الحكومه باش ديروا فضاءات خاصه؟ القضيه فيها باك صاحبي، عندك تعوم ما عندكش ما تعومش، يعني هاد الافتتاحات وهاد الروينه غير باش يتبحروا 20 طبيبين المغيبين. نشوفوا يعني من خلال هذا العروض التي تقدم، يعني تقدم الكثير من يعني من الرياضات واختصاصات الموجوده على مستوى الولايه، وايضا تعبر على مدى يعني الانشطه زخم الانشطه الرياضيه المتواجده على مستوى الولايه. اللي يسمعكم تهضروا على الرياضه يقول عندكم ابطال عالميين في جميع المجالات باش تديو ميداليه جايبين عزري الدوار يحقر على بونسوان. الواحد في بلاصتكم خصو يحشم يهضر في شي موضوع كيتعلق بالرياضه. كنا في الافتتاح د البحر صدقنا في الرياضه، ديما كتضربوا وتخطاو كي مرت خرباش. الصيف راهو بوابه للناس اللي حجينا من مختلف الولايات، واكيد اكيد اكيد خاصه الاجانب والجاليه في الخارج. على بالك كيجيك واحد من الجزائر راه تقدر راح يتعلم حاجه جديده، بصح كيجيك واحد من الخارج راح نمدوا له انشطه راح يديكوفري البلاد خاصه الاجانب. يا ودي يا ودي ياو، قال لك يجيو عندهم الاجانب، اش من اجانب راك تهضر عليهم؟ ولاش كاع يجيو عندكم؟ زعما يتبحروا؟ لا واه يتبعروا، ضلوا تقبنوا وتبزبزوا في البحر، وبغيت تلقاو ريجي يتبحر معاك فيه، العالم كامل عاق بيكم، حتى واحد ما بقى يحملكم، وكونوا هانيين، حتى واحد ما غادي يجي عندكم، غير افتتحوا راسكم وتبعروا بوحدكم، شربوا بزابز بعضياتكم، وسميوه بحر البزابز الكرغولي، منكم واليكم. شتو اخوتي المغاربه شنو كاتبين هاد المنونخين؟ قال لك ديوان حضائر التسليه. برخ يا العجاج يا ودي، باش تعرفوهم حاضره كما كنا نقولوا مش حال هادي. الكوري بالداريجه وتربيه الكواره تجيب غير البهايم. يا والله يا باباهم شم حزيقه ما يزقلهم في شي حاجه، ديما مصيفط 20 ويشمشمو ويشكمو له، ما بقى يثق في حتى شي واحد، حتى الالعاب ديال الدراري الصغار ولا يدخل فيهم، العسكر مسيطر في اي مكان واي زمان. يا والله ما رضاها لكم يا سلعه بوجغللو، في تالي ايامكم بوال في السروال حاكمكم، ومكمل هداير مسؤولين معاه لا علاقه، منهم ولات مقاريين تازفته، وزيد عليهم الوزيره مولات السنادر، هي واقفه في وهران، وسنادرها واصلين للفيلاج اللفت. تدير ماكياج بيريمي واحد زوج ثلاثة. شكرا تدقيق الحرة. اسمحوا لي باسم كل ساكن ولاية وهران أن أرحب بسيد بسيد جمعي راشك. أرحب بسيدة وزيرة الثقافة وكذلك بسيد محافظ الألعاب سي محمد عزيز درواز لحضورهم معنا هذه الصبيحة هذه الاحتفالية لانطلاق أو لإعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لافتتاح موسم الاصطياف على مستوى ولاية وهران وفقا لما اتخذه السلطات العليا للبلاد. هذه الصبيحة هذه الاحتفالية لحضورهم معنا الشباب مقاريش كيغدير ليه؟